السلام عليكم البنات، واش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير على خير، اموركم كامل لاباس. اليوم ان شاء الله راح نخرجكم معايا هكذا واحد الخريجه ونعبيكم بعض المحلات هكذا باش تغيروا شويه جو. وفي مثل كذلك يقول اللي ما شرا يتنزه. رحت هكذا نشوف بعض المحلات واش كاين واش ما كانش، بالرغم من انه المنتجات راها قليله اذا قارناها مع الايام العاديه، واكيد بسبب كورونا اللي نتمنوا ان شاء الله وباذن الله انه ربي يرفع علينا هذا البلاء، واللي راه مريض ربي يشافيه ان شاء الله. وفي الاخير نحاول نشارك معكم بعض المشتريات البسيطه اللي شريتها. وبلا ما نطول عليكم حبيباتي، نتمنى لكم فرجه ممتعه.
كان رجعت لكم وشارك معكم بعض المشتريات البسيطة، من بينهم شريت زوج تعليكابس كما راكم تشوفوا فيهم، لكن هادو ما شريتهمش ليا صراحة لأنه عندي كالي مازال ما جبتهمش، لكن بما أنه عجبوني بزاف والثمن رمزي شريت واحد لصاحبتي وهذا الصغير شريته لبنتها. شوفوا البنات كيوت صراحة شابين بالبزاف بلا. وشيت كذلك هذه الكوتيغ تاع المعالق والفراشات مي تغسلوهم لانه القديمه رميتها خلاص انتهت مده الصلاحيه ديالها. هادو ولا هذه شريتها من مارشال، يبيعوهم مارشال ديجا تي جي ماكس هوم جود، الثمن رمزي صراحه ماشي غاليه بزاف 599 دولار كما راكم تشوفوا، وعمليه صراحه الاطياف ديالها تاع القرن هكذا ولا البلاستيك النوعيه الممتازه. هادو البنات احسن تاع الحديد مع الوقت يتصداو. لقيت واحدين في ميسيس وغاليين يا البنات وماشي عمليين نهائيا، هذه فيها المفان يهبط ويهبط لكم من تحت وفي نفس الوقت تنحى، يعني تنحيها وتقطريها وتغسلي كامل واش فيها الداخل. هذه فاش صراحه عجبتني. درك نمشيو للميك اب، كنت حاسبه هذا الفيديو هذا ماشي في نفس اليوم، هذا مشتريات شريتهم في المشتى مي قعدت بين وبين اعتقد اني ما شاركتهمش معكم بما انه الفيديو لقيته بوحدو الوغ ما شاركتهمش معكم في كاش بلوك، واذا شاركتهم الله يعلم. المهم بغيت باش نحكي لكم على الميك اب يعني الماكياج. هذه لوريال شريتها من مارشال كما شفتوا ولا تي جي ماكس هي اللي تجيب بزاف الميك اب، ومارشال هما زوج. الثمن كما شفتوا برك 999. وشريت هذه لا مارك غنيه عن التعريف مارك جاكوبس، هذه تجيب سيكان تجيب سبابيت وتجيب الميك اب، هي تلقاوها في المحلات في ميسيس غاليه يا البنات. بصح شوفوا دي جي ماكس ومارشال يجيبوهم لكم بون 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 بري. كل خطرة نأكد ونعاود إذا حبيتوا تشريوا الميك اب بثمن رمزي ورخيص روحوا شريوه من تي جي ماكس ومن مارشال. شريت ثاني هذه لامارك ريفيليشن، راها غنية عن التعريف، بعتقد هي ماركة تاع الإنجليز. الثمن كما شفتوا برك 299 دولار. شوفوا لا كولاغ ديالها تهبل. نمشيو دارك ليبستيك مارك نارس، حتى هي غنية عن التعريف. شوفوا البنات 599 ماركة أصلية، ما كاش اللي تقولي لا لا مارشال وتي جي ماكس يجيبوا لوكال، ما يجيبوش لوكال نهائيا نهائيا، خصوصا الميك اب يعني خذوها من عندي، دائما نقول لكم خذوها من عندي. شوفوا اللون يهبل يهبل يهبل. انا مؤخرا المكياج ديالي كامل نشريه برك من مارشال وتي جي ماكس، الدليل البنات هادو لي ماخ ما يبقاوش يعني من يحطوهم يطيروا بهم كامل، يعني كل وحده تشوفيها معبيه كميه كبيره لانه هنا تخلصوا رخيص من عندهم وعارفه باللي السلعه تخلص لهم بالخف. ونفس نفس الشيء بالنسبه لهذه لامارك الثانيه، حتى هي شوفوا البنات اللون كي عمل لون يهبل، يعني اللون صيفي وتاع طول السنه صراحه. شوفوا البنات اللون كي عمل نفس الشيء بالنسبه للماركه أناستاشيا، حتى هي ماركه غنيه عن التعريف وماركه غاليه يا البنات وعندهم تخلصوها رخيصه رخيصه. شوفوا اللون حتى هو انا صراحه نموت على هذا اللون خصوصا في الصيف، اي هبل نستعملو بزاف. شوفوا البنات كاين هذا وكاين اللي يجي شويه كلغ عليه. المهم هادو الماركات كامل راهم غنيين غنيين عن التعريف، لا ماركات ولا ماركات غاليين تلقاهم في مارشال وتي جي ماكس رخاص. كذلك هذا الساك حتى هو ماشي في هذا اليوم، كل شريتو من قبل برك ما صورتوش ليكم لا مارغاس. هادو تلقاوهم في بلنتن وفي مارشال وتي جي ماكس، يجيبوهم دائما تقريبا 50% من الثمن ديالهم الاصلي. شوفوا النوعيه ممتازه الجلد ديالهم. شوفوا البنات يعني الفيديو راه يوضح نفسه، وانا كنت شريت هذا اللون ومن بعد خرجت في ساك واحد اخر بون بخي دوك نشاركو معاكم درك. فوالا هذا هو الساك الثاني ولا الزوج اللي شريته من اولد نيفي، كانوا عاملينه وقيل هو الثمن الاصلي ديالو 40 دولار اذا مانيش غلطه، ومن بعد رجعوه 9 فوالا ولا رجعوه 17، بصح انا البنات ما عبيتوش ب 17 عبيته ب 6 دولار، يعني كان نازل شحال من مره بما انه الثمن ديالو كان رمزي رمزي اكيد احنا رفضوه. وكل واحد معامل يتلبس راكم شفتوا يعني الستيل ماشي كيف كيف، وانا شريته على جال هذاك الموكاسين اللي يجي معاه تقريبا
نفس اللون. وهنا يكون خلاص الفيديو تاعنا اليوم حبيباتي، نتمنى ان شاء الله انه يكون نال اعجابكم، ومع اليوم ما نقولكم غير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والقاكم في فيديو اخر ان شاء الله.